السلام عليكم. هنبدأ نتكلم النهاردة كلامنا على الكابز ديزاين. احنا عندنا تو مين تايبس اوف كاب، السيمنتلس كاب والسيمنتد كاب. اول حاجة هنتكلم عليها الكاب ماتيريال والكاب ميتال شيب والسيرفر واللونجيفيتي بتاعت الكابس نفسها. هنبدأ نتكلم على السيمنتد كاب. السيمنتد كاب بنستعمل فيها البولي ايثيلين. البولي ايثيلين طبعا زي ما اتكلمنا في الماتيريال له نوعين، لما الترا هاي موليكولار ويت او الهاي كروس لينك بولي ايثيلين. الفرق ما بينهم في اللونجيفيتي كبير جدا، وده اتكلمنا عليه في الماتيريال نفسها في المحاضره قبل اللي فاتت. الكابز ديزاين او السيمنتد كاب هنتكلم فيها على سبع حاجات تقريبا، ان هو في سيمنتد سبيسر او في 20 ديجري اليفيتد ريم، في راديوجرافيك واير، وفي الفالنجي، وفي جروفز، وفي البروفايل بتاع الكاب نفسها مع الانترنال دايامتر. وهنتكلم على البروفايل، لما هنستعمل سيك بول ايثيلين او السيم بول ايثيلين، وده الفرق ما بينهم في ايه. البي ام اس سبيسر او السمنت سبيسر ده بيقلاو مي او بينشور اديكوات سمنت مانتل حوالين الكاب داير ما يدور. اوكي شكرا. ده بينشور اديكوات سمنت مانتل حوالين الكاب داير ما يدور. قبل السمنت سبيسر ده فايدته ان هو ينشور تو مي ان في اديكوات سمنت مانتل حوالين الكاب داير ما يدور، اللي هو من 2 ل 4 مللي، اللي هو تقريبا 2.5 مللي. بعد كده قلنا ان في اليفيتد ريم اللي هو 20 ديجري، ده بيبريفنت الديسلوكيشن، ده بحطه في الاتجاه اللي انا عاوزه سواء بوستيريور او بوسترو سوبيريور او سوبيريور. بعد كده في راديوجرافيك واير بيبقى حوالين الكاب داير ما يدور، ده وظيفته حاجتين، ان يعرفني مكان الكاب، وبعد كده سيريال اكس رايز ممكن تعرفني اذا كان الكاب ده حصل له وير او اوستيولوسيس ولا لا، يعني التشنج البوزيشن ده بيحدد اذا كان حصل اوستيولوسيس او وير زي الاشعاعات دي. وممكن كمان الريم دي زي ما دكتور احمد طبعا قال لنا زمان ان احنا ممكن نعرف منها الفيرجن بتاع الكاب نفسه، ليها تكنيك بعد كده بتقاس اللي هو اللينس بتاع الراديوجرافيك واير ده على طول الديامتر او الديامتر كله بتاع الكاب، ده بيحدد بنقدر نحدد منه الفيرجن. الفالنجي دي بتنشور بريجر البريشرايزيشن بتاع السيمنت نفسه جوه حوالين الكاب داير ما يدور. الجروف الاوتر سيرفيس دي بتنشور الماكرو انترلوك بتوين السيمنت والكاب نفسها. الهاي بروفايل واللو بروفايل ديت بتعمل لاتراليزيشن للكاب. دي لو انا عاوز لاتراليز الكاب شويه باخد هاي بروفايل، لو انا عاوز ميدياليز الكاب شويه باخد ميديا باخد لو بروفايل. بعد كده الانترنال دايمتر باخد من اول اتنين من هيد 22 لاب تو 40، بس ده مش هينفع مع الالترا هاي موليكولار ويت عشان الفوليومتريك وير واللينير وير بيزيد من 28 ل 32 سيجنفكتلي، فده ينفع استعمله مع الهاي كروس لينكد بولي ايثيلين. الهاي كروس لينكد بولي ايثيلين بيقلل وير بنسبه 90%، وده كل اليوز بتاع المودرن كابس في البولي ايثيلين بنستعمله فيه. السيمنتد كاب غالبا بنستعملها الترا هاي موليكولار ويت بولي ايثيلين، ريسنتلي بقت كلها هاي كروس لينكد بولي ايثيلين. السيمنت فيكسيشن طبعا زي ما دكتور محمود فهمي قال مايكرو انترلوك وماكرو انترلوك. الهيت سايز في الالترا هاي موليكولار ويت بولي ايثيلين بتبقى 28. الالترا هاي موليكولار ويت بولي ايثيلين بيكويز استيولوزيز والوير بعد كده. الهاي كروس لينكد بولي ايثيلين قلل الوير بنسبه 90%. الهيد 32 و36 و40 ممكن بنستعملهم على الهاي كروس لينكد بولي ايثيلين، مش مع اليوجوال بولي ايثيلين اللي احنا بنستعمله. بعد كده السيمنت سكاب هنتكلم فيها على كذا حاجه، الكاب ماتيريال، الكاب شيب، السيرفيس كوتنج بتاع الماتيريال، اللاينر والموديولاريتي بتاعه اللاينر اللي انا بستعمله جوه الكاب، الميثود اوف فيكسيشن، وبعد كده السرفايفر شيب بتاع السيمنت سكاب فيرسس السيمنتد كاب. الكاب ماتيريال ممكن نستعملها كوبالت كروم او تيتانيوم او التانتلم. الموست يوز دلوقتي هو التيتانيوم، ميزه التيتانيوم ان هو بورس فبيقلاو البون ان جروس، لور موديول اوف الاستيستي فده بيقلل ستريس شيلدنج على البون حواليه، مور فليكسبل يعني ده اسهل لي في التصنيع واسهل لي ان انا ادخله بالبريس فيت تكنيك، فده بيقلل الريسك بتاع الاستابل فراكشر انترا اوبراتيف. التانتلم ده هايلي بورس، ده بيقلاو مور بون ان جروس اكتر من التيتانيوم، بس مشكلته ان هو غالي شويه. الشيبس مورشير ايتال في 83 قسموا الكابس لخمس انواع، يا اما سلندريكال يا اما سكوير يا اما كون او اليبسويد او الهيمسفيريكال. كل الانواع خلاص بقت اوبسليت، ما فيش غير الهيمسفيريكال دلوقتي هو ده اللي بنستعمله. هنتكلم سريعا على الجينيريشنز. احنا الكابس اللي احنا بنستعمله دلوقتي دي الثيرد جينيريشن كابس،
مرت قبل كده قبل الورلد وور 1 وورلد وور 2 قبل 45 او قبل 50 كان ما بنستعمل الستيل ستيل وكان ده الايم بتاع الفيرست جينيريشن فور ميكانيكال فيكسيشن اونلي ما كانش لسه طالع الكونسبت بتاع البيولوجيكال فيكسيشن فكنا ده كانت ستيل ستيل وكان ميكانيكال فيكسيشن وكنا بنثبتها بسكروز السكند جينيريشن بعد كده ده طلعت في اوائل 1980 كان لها كذا مشكله انها كانت ديفيكالت انسرشن كانت فيرتيكال كابس كانت بتعمل ايدج لودنج على البوليسيلين فكان ده بيزود البوليسيلين وير وكان في مشكله في اللوكينج ميكانيزم بتاعتها بعد كده بدانا من بدايه الالفينات نستعمل الثيرد جينيريشن كابس وديت بدانا نحسنها في كذا اتجاه انها بقت هيمسفيريكال هيمي اليبسويد بدانا نستعمل فيها الهاي كروس لينكد بوليسيلين اللي هو جاما ايراديتد ومش ايراديتد في الاير فده زود اللونجيفيتي بتاعتها كان في مشاكل في السكند جينيريشن في اللوكينج ميكانيزم عملنا ريسيشن هنا لللوكينج ميكانيزم من البريفري نقلناها تقريبا في تلت الكاب ده حسن لنا ما بقاش فيه ايدج لودنج ما بقاش فيه لوكينج ميكانيزم فيلير ما بقاش فيه امبنجمنت بتوين الكاب وبتوين التيبر بتاع الفيمر نفسها بعد كده اخر حاجه كمان ان هو كان زمان كان البولشنج بتاع الكاب من جوه ما كانش قد كده في السكند جينيريشن فكان ده كان بيعمل بوليسيلين او باك سايد وير بتوين الكاب والبوليسيلين نفسها اللي هي في الحته دي ده الباك سايد وير كل جينيريشنز الجديده الثيرد جينيريشن بقت هايلي بولشد فده قلل الباك سايد وير وبقى في بيتر كونجروينسي بتوين اللاينر وبتوين الكاب وده كل الحاجات دي قللت الديسوسيشن وقللت الوير وقللت الفيلير بتاع اللوكينج ميكانيزم الهيمسفيريكال كاب دي اللي بنستعملها كلنا دلوقتي هي لها ثلاثه جيومتري يا اما سنجل جيومتري او دويل جيومتري او الهيمي اليبسويد الفرق ما بينهم السنجل جيومتري دي ديامتر واحد من اول البريفري لحد الدوم من فوق الدويل جيومتري لا في ديامتر انترنال للحته بتاعه الدوم وفي ديامتر اكبر بكتير قوي عند البريفري دي مشكلتها انها كانت ممكن تكسر الاستابلم ودي خلاص بقت اوبسليت هي السنجل والدويل جيومتري الهيمي اليبسويد البريفري اتخن ب 2 مللي من الدوم نفسها ده بيماكسمايز البون كونتاكت بتوين الكاب وبتوين الاستابلم السيرفيس كوتنج دكتور محمود فهمي اتكلم عليها كويس جدا احنا يعني ايه سيرفيس كوتنج ان احنا بنكفر الاوتر لاير بتاعه الكاب بماتيريال هايلي بورس ده بتزود البون انجروس لما بورس كوتد او سيرفيس رافنس والسيرفيس رافنس بيزود البون انجروس وده ما بنستعملوش دلوقتي واحيانا بيزودوا معاه الهيدروكس ابيتايت كوتنج عشان ده بيزود الاوستيو كوندكشن البورس كوتنج بتتعمل ازاي اشهر حاجه بنستعملها البلازما سبراي تيتانيوم بارتكلز ودي اكتر حاجه بنستعملها دلوقتي ودي اتشرحت في المحاضره الاولانيه اللاينر والموديولاريتي الكاب دي لما تيجي مونو بلوك ودي بقت اوبسليت لان لها كذا مشكله او ميتال شيل وجواها لاينر سواء بوليسيلين او سواء السيراميك المونو بلوك كانت ميزتها في حاجه واحده ان مفيش باك سايد وير دي البوليسيلين او السيراميك جايه مصبوبه جوه الكاب نفسها فمفيش باك سايد وير دي قطعه واحده مفيش ستريس على البوليسيلين وبما ان مفيش لوكينج ميكانيزم فمفيش فيلير او مفيش ديسوسيشن بتوين الكاب واللاينر الموديولر ميزتها في حاجه واحده ان انا اقدر استعمل كذا لاينر سواء كابتيف او سواء اوفست او سواء ليب ممكن بعد كده لو حصل فيلير في اللاينر نفسه اقدر اكستشينج اللاينر بس اشيل اللاينر سواء مثلا حاله انفكتد او حاله لوز او حاله حصل لها بوليسيلين وير اقدر اشيل البوليسيلين واكستشينج البوليسيلين الكابز نفسها ممكن اسبلمنت بسكروز يعني هي دي مش مونو بلوك ما ينفعش احط المونو بلوك ما ينفعش احط جواها مسامير لكن الموديولر ينفع احط جواها مسامير وده هيفرق معانا في الميثود فيكسيشن هنتكلم عليه بعد دقيقه اشكال الكاب نفسها اشكال اللاينر نفسه لما نيوترال او حاجه لها لب حوالي 10 ديجريز او 20 ديجريز ده بيبريفنت الديسلوكيشن ممكن اعمل له اوفست مع اللب نفسه او ممكن تبقى كابتيف اللي هو بيبقى فيه حلقه بتكونسترين جوه بتكونسترين الفيمورال هيد جواها الميثود اوف استابلر فيكسيشن عندنا تو مين تايب اوف فيكسيشن لما بريس فيت تكنيك او لاين تو لاين البريس فيت هو ده اكتر حاجه بنستعملها دلوقتي ان انا بريم باندر ريم بحوالي من 1 ل 2 مللي مش اكتر من كده وبعد كده بدخل الكاب بتاعتي البون از زايكو الاستيك فده بيسمح ان انا ادخل حاجه جواه اكبر شويه بملي او 2 مللي بعد كده الهوب ستريس حوالين الكاب بتمنتين الكاب في مكانها الريكويل ده والهوب ستريس دي اللي بتمنتين الكاب ده مور ستيبل ده مور انتمت بون كونتاكت بتوين الكاب وبتوين البون نفسه ممكن نستعمل سبلمنتري في سكروز بعد كده بس ده لو انت شاكك ان هي مش بريس فيتد كويس اللاين تو لاين ده لو احنا في الاول ما عندناش بون كونتاكت كويس او انت شايف ان الكاب بتاعتك مش داخله بريس فيتد بعد الهامرنج ممكن تسبلمنت بسكروز اللاين تو لاين ولا بريس فيت لا طبعا البريس فيت احسن
بنقدر ريم بواحد ملي او 2 ملي وبنستريس على الحته دي مش اكتر من كده. بعد كده بنحط السكروز. مشاكل السكروز ثلاث حاجات، انها باس واي للوير بارتكلز، بتعمل فريتنج كروشن من الموشن بتاعها، وبتعمل نيورو فاسكلر انجري. عشان كده في اربعه كوادرانت حوالين الاستابلم، احنا بناخد لاين من الانتيريور سوبيريور ليك سباين للاسكيم اللي هو اللاين ده، ولاين بربنديكولار عليه. عندي اربعه زون باخد في الزون السوبيريور، لان انا بيبقى ورايا في الساياتيك، تحتيه الاوبتيريتور، قدامي الاكسترنال ارياك باندل. سرفايفر شيب اوف سيمنتلس فيرسس سيمنتد، مين بيعيش اكتر؟ هو ده السؤال. كل واحد بيقول على حسب المعسكر بتاعه السيمنتد احسن، لا السيمنتلس احسن. اخر استادي اتعملت تقريبا قال لك ان 10 يير سرفايفر شيب بتاع السيمنتلس كاب بتوصل ل 96%، 20 ييرز وصلت لحوالي 90%. في ميتا اناليسيز اتعملت في 2013 كان فيها حوالي 27000 هيب، نصهم سيمنتد ونصهم سيمنتلس. 10 ييرز فولو اب قال لك مفيش اي فرق ما بين السرفايفر شيب ما بين طول السيمنتد والسيمنتلس. مشكله الاستادي ديت انها خدت الديزاينز القديمه بتاعه السيمنتد وبتاعه السيمنتلس، ده محتاج بعد كده تو بي ريفايند، ان انا اقارن بس الثيرد جينيريشن كابس بالهاي كروس لينكد بولي سيلين اللي احنا بنستعمله دلوقتي. تيك هوم مسج، الايفوليوشن اوف سيمنتلس استابلر كاب بقى في كذا اتجاه، في الماتيريال والجيومتري، السيرفيس كوتنج والموديولاريتي اوف ذا لاينر. البريس فيت تكنيك هو المين ميثود اوف فيكسيشن دلوقتي بالنسبه لنا. اللونج تيرم فولو اب بيقول ان هو مفيش اي فرق بين السيمنتد والسيمنتلس كاب. شكرا.